شاف عايزين فلوس، يعني ناس الجمهورية ده يدوا كده؟ يرضي ايه؟ بص الراجل ده يجي اننا نقعد في الشارع؟ لا ما يرضيهوش. يبقى ليه بقى هو ليه لغاية دلوقتي في البيت وقعد بفلوس ومش راضي يبعت الناس أي فلوس؟ مين ده؟ هو السيسي. ماله؟ قول تاني كده اللي انت قلته. بقول لك ليه في البيت السيسي وما بيبعتش الناس فلوس عشان تشتري شقة وتدفع إيجارها عشان حتى تشتري أكل لعيالها؟ هو السيسي عايزك أنت تدفع جنيه كل يوم. يعني إيه؟ هو السيسي بيقول لك كل يوم هات جنيه. ليه؟ عشان مصر. مصر دي انت وحش. ليه وحشة؟ دي حلوة. ايه؟ حلوة. واللي بيحصل فيها يعني ايه ده؟ مصر الوسخة دي وبتقول عليها حلوة، هي البلدية بنت الوسخة دي قاعدة تيجي كل شوية وتطب علينا كده؟ يعني مصر دي حلوة؟ من البلدية قاعدة تيجي كل شوية مع حكومة مع ضباط أمن وبتوع الحي كمان؟ انت ما بتحبش البلدية؟ بس الضباط بحبهم، بس هم مع البلدية برضه. ومصر دي اصلا بنت وسخة. ايه دي؟ ما مصر بقول لك دي بنت وسخة عشان البلدية دي قاعدة تيجي كل شوية. مصر دي بنت وسخة عشان البلدية كل شوية دي قاعدة تطب علينا. حرام حرام تموت ضحكة بريئة في شفايف الإنسانية. حرام.